استاذه ميري ازيك؟ ازيك يا فندم؟ منوره حكومه نص الليل. ميرسي. ميري بقول لك ايه؟ هو اعتبرها زي اختك ده ما بيشتغلش ليه؟ عندك حاجه تقوليها على الكلمه دي؟ حاجات كتير اقولها. قولي. اسهل رد واكتر رد بيتقال لا انا اختي ما بتنزلش لوحدها، لا انا اختي ما بتلبسش كده، لا انا اختي ما بتنزلش في الميعاد ده. كل الحاجات اللي هي بيغلط البنت او الست بيها هيبقى معتبر انه اخته او مراته او مامته بعيده عن الكلام ده خالص. لا المشكله الاصليه بقى، المشكله الاصليه بتاعت انه هو البنت اللي ماشيه في الشارع دي يعني ملهاش حق على المجتمع بتاعها ولا تستحق احترامها ولا نستعنيها غير لو شبتها باختي. طب وفي ده والابسط من كده، بتاعي انا ما عنديش اخوات. اه ما انا ما عنديش اخوات. على فكره انت اصلا مش محترم، يعني حتى لو انت مش محترم هي عندها حق بتاع الاحترام، ده موضوع يخصها. المشكله دايما في الحته دي ان هو هيفصل البنت اللي في الشارع دي عن اي حاجه تبعه. وهو ما بيبقاش هو فعلا ما بيبقاش عارف ان اخته بيحصل لها كده. هما بيبقى عندهم انكار تام انه انا لا انا اللي تبعي ما بيتعرضوش لكده. ميري عاوز ابدا من المحطه الاولى، ما هو التحرش؟ انت يعني كبنت اولا كحد يعني حط ايده كناشطه في 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 الموضوع ده يحاول يشتغل عليه، يعني ايه تحرش؟ كلمه دي يعني ايه؟ اي حاجه هتعدي المساحه الشخصيه بتاعتي. بلاش اقول كلام كبير. المساحه الشخصيه اللي هو انا مش عايزه اعرف رايك في جسمي او في شكلي او في شعري او في لبسي، او مش عايزك تركز مع حاجه من الحاجات دي كلها. يعني لو قعدت تبص انت كده ده تحرش. هتبسبس، هتقول كلمتين حلوين، انا مش هبقى مبسوطه، او مش المفروض انت المعاكسه دي كلمه بنجملها شويه للتحرش. هل ممكن يكون يعني انت لما ماشيه كده في الشارع صباح فل جميل بتاع وحد راح معدي، هل ده تحرش ولا ده مش تحرش؟ طول ما انت فرضت عليا حاجه انا مش عايزاها هو ده تحرش. طيب عايزك دلوقتي برضو تحاولي تشرحي للناس اللي بيتفرجوا علينا دول، لما في ولد بيلمس بنت في الشارع رغما عنها طبعا، بيحصل لها ايه؟ يعني الاحساس ده مش هبقى ايه كده يعني؟ اوضح لك سؤالي اكتر. هل هو يعني الناس دايما كل الناس عارفين كويس الاحساس مثلا بتاع انه يبقى لسه قابض وفلوسه تقع يتنشل يتسرق، كل الناس عارفين الاحساس بتاع انه المدير بتاعه في الشغل كده يتنرفز عليه زياده فيروح شتمه فيحس ان كرامته وجعاه. انا بحس في كلمه واحده بتعبر عن الاحساس ده، انتهاك. في انتهاك. انتهاك، والانتهاك ده بحسه بالنظرة كمان، يعني غير اللمس في نظرات بحسها بتنتهكني في, في, في جسمي. في ناس ممكن بتعري الست بعينيها، فما بالك اللمسة. في مش عارف بصراحة هو مين فيهم السبب، في مين يعني، مش عارف السينما هي اللي ترجمت النظرة دي من المجتمع ولا المجتمع هو اللي أصلا عنده فالسينما بس بتطلعها. عارفة نظرة المغتصبين دي في السينما الحاجات دي؟ مش عارف، بتصور ان كتير من الولاد ممكن يكونوا بيفتكروا، يعني واحنا مش بنتكلم عن المتحرش المحترف، يعني بنتكلم عن الناس العاديين، يعني ممكن يكون بيتصور ان في نوع من انواع المجامله بتحس بيها البنت ولا حاجه لما تعرف ان هي ان هو مش عارف ليه، مش عارف بقى مرت ايه الحقيقه، بس يعني هو بيتصور ان هو لما يقول البنت يعني ان هي عجباه قوي بطريقه جنسيه عامله كده، ده ممكن يكون شيء مبسط بالنسبه لها. اه لا، هو في ناس بتهيألي مقتنعين انه انا نظرتك ليا اللي فيها شهوه دي هتحسسني بانوثتي بقى وحاجات كده. انا مش عارفه هم مقتنعين كده فعلا ولا بيستهبلوا وبيقنعوا نفسهم كده فعلا، بس هي كلمه بتتقال. ما هو اكيد البنت بتنبسط من اي حاجه مجامله في في بعيدا عن الخناقه العبيطه بتاعت هو غلطه الولاد لا غلطه البنات، في بنت صاحبتي عملت لوحدها يعني جزء من علاج المشكله دي بالنسبه لها عشان تعرف تمشي في الشارع بشكل احسن، خايفه اقل وهكذا، بدات تذاكر في موضوع لغه الجسد بتاعها، بدات تمشي فعلا مشي تعساكر في الشارع، بدات تعمل فيس معين كده، بدات خطوتها تعمل فيه حاجات، وحست هي بالتجربه العمليه كده انه الموضوع ده يعني قلل المساله سنه بسيطه. بتشوفي ان ده برضو
البنت لما تضطر تعمل كده، لما تغير في، لما تضطر تغير في شكلها بل وتتخلص من جوانب، من جوانب انوثتها، وتغير في طريقتها، تسلك سلوك مختلف عن شخصيتها، هل ده عادي يعني بما ان بتحصل على فوائد حتى لو قليله، ولا ده برضو بيحسس بالقهر كده بشكل ما؟ لا بص، انت قلت حاجتين الى حد ما يعني عكس بعض. في حته بتاعت لغه الجسد دي، مش لازم عشان انا ادي احساس للي قدامي انك انت مش هتقدر تقرب لي يبقى انا لازم امشي زي العسكري. احنا اغلب البنات عندنا في مصر عندهم مشاكل في ظهرهم عشان ماشيين باصين في الارض، عشان مش عايزه عينها يجي في عين حد مقتبه، عشان هي حاسه ان جسمها اصلا مفروض ما يبقاش يعني واضح قوي. فلغه الجسد في ان انا ابين ان انا مش انثى ماشيه، او ان انا اتخلص من جزء من انوثتي في البادي لانجوج بتاعتي او لغه جسدي، مش هو ده المطلوب. هو المطلوب انه انا مش خايفه، ودي بتفرق، ودي عن تجربة شخصية بتفرق. أنا بصراحة وجعتني جدا الكلمة دي بتاعت يعني أول ما قلت كده قعد يجي كده في بالي صور متخزنة كتير، وضايقت كده من جوه من البنات اللي ماشيين باصين في الأرض دول عشان مكسوفين إن هم بنات، لأن المجتمع قرر يعاقبهم على إن هم بنات لسبب ما غير معلوم. حزين طبعا. وبنتي الصغيرة اللي عندها 8 سنين دلوقتي أنا هعلمها كويس قوي إنها تمشي رافعة راسها في الشارع حتى لو كل الشارع عبارة عن متحرشين. المشكلة بتاعة التحرش دي مشكلة زي ما ذكرنا، يعني احنا نفسنا القانون بتاعها يصلح مشكلة التعريف. فعايزك سريعا كده تقولي لي، لو انت اللي بتكتبي القانون الجديد بتاع التحرش، ايه الحاجات المهمة جدا اللي هتحرصي ان هي تبقى موجودة في القانون ده؟ زي ما انت قلت، التعريف لازم يبقى واضح، لازم يبقى شامل، و ما ينفعش احطه كل حاجة واحدة، اللي هو اصل التحرش عقوبته سنة سجن. ما هو التحرش ده بيتراوح من بسبسة لكلمة لواحد ماشي ورا واحدة لغاية لما توصل بيتها، حاجات كتيرة قوي، في ظروف كتيرة، وفي هو ممكن يكون قلقي عام قوي. يبقى لازم قانون اولا يحط تعريفات محدده ويشمل بالاستقصاء. يعني احنا المجتمع موجود فيه تحرش كتير، هم بس محتاجين يعملوا ريسيرش، يعني يعملوا بحث، يعرفوا كل اشكال التحرش دي وتتضمن في القانون بتفاصيلها، عشان يتم تقسيمهم لده درجه اولى وده درجه تانية وده درجه ثالثه، وبالتالي العقابات بتاعتهم وانت في الفقره اللي فاتت كنت بتقول انه من اكتر الجرائم، يعني خليني اسميها جريمه، هي جريمة طبعا. من اكتر الجرائم اللي صعب اثباتها، حتى لو مش هنعرف نثبتهم كلهم، الشويه اللي هنثبتهم فيهم وهيتعاقب عليهم دي هتفرق مع المجتمع. انا 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 اعترف اني بشكل شخصي كنت من كتر ما انا يعني يائس في المنظومه دي وعمال ادور على السبب الاصلي، شفت دور القانون ده على انه في مرحله، واحنا كنا بنتكلم يعني في الموضوع ده، شفته على انه دور اصغر مما هو، بس رجعت نفسي في الحكايه دي، وكلامك معايا كان جزء من 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 اسباب المراجعه بتاعت انه حتى لو 1% لو 5% هم اللي هيتم عاقبتهم، على الاقل يبقى المجتمع عنده حته كده بيبص عليها، يعرف من ده غلط بدليل انه في خبر في الجورنال اهو، الراجل ده واخد سجن عشان كذا او هكذا. هنكمل بعد بريك.